حدثنا أكثر عن علاج الفشل الكلوي. العلاج الفشل الكلوي هلا في نوعين من علاج. العلاج الدوائي بالبداية بيتم هون إذا صار في اضطراب وظيفة الكلية أو خلل بوظيفة الكلية من ناحية وظيفة الغدية مثلاً، إنه ما عم تفرز هرمون لشان الدم لشان يحفز الدم أو نقي العظم لشكل الدم. نعم. هلا في تعوض هذا الهرمون. فيعني قد يكون المريض يراجع باعراض فقر الدم، تعبان ما يعني لا يمشي. تكون هذه الحاله مزمنه، يعني تكون هذا غالبا مزمن غالبا مزمنه بالبدايه قبل ما يوصل للمراحل غسيل الكلى او 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 زرع الكلى. نعم. فاحتمال نعطيه هرمون بيعوض الفقر الدم بيرجع بتنشط المريض. ففي مثلا تضطرب شوارد الدم، في ادويه بتحاول توازن بشوارد الدم. الكليه بتستقلب شيء اسمه الفيتامين دي. صحيح. الفيتامين دي الناس بتتابعه كتير، بشوف انه لانه في نقص فيه، لكن الكليه اذا كان في خلل بوظيفتها هي بتحول هالفيتامين لشكل الفعال اللي بيقدر يشتغل بجسم ويحافظ على كلس وبناء العظم. فهون كمان مهم انه نعوض هالفيتامين اذا كان بحاجه الامر. لكن بالمراحل النهائيه نسميها الدرجه الخامسه، هون صار في دعم، صارت السموم محبوسه بجسم بشكل كتير كبير او نقص طرح السوائل، قد هون بقى نخير المريض فينا نبدا باجراء زرع كلية دون ما يبدا غسيل بس كلية. شو يعني الافضل، الاول شيء غسيل ولا اول شيء زرع؟ هلا كل شيء له يعني حسب كل حاله مريض، صعب. نعم. التعميم هي كل حاله مريض تفرض واقع معين على العلاج.